اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. طحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوف نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. مش عايز أطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أو هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوفوا مع بعض اذا عندي نوع خمس انواع من المقبلات وانت واقفه في المطبخ زي الشيف المغازي كده تبداي بايه. عندنا بطاطس سلقناها مسبقا، في شويه تحضيرات كده اللي هو المزمبلاس يعني عشان نكسب الوقت ونبدا ان احنا نبين المنتجات بتاعتنا. بطاطس مسلوقه وجاهزه، والجبنه عندنا هنحمرها مع بعض سهله، البنجر مسلوق وجاهز، السبانخ دي مش هتاخد 3 دقايق على النار مع دبس الرمان، اصبح ان الفاصوليا الخضراء هي اللي تاخد وقت كبير. هاخدها كده ونشوف مقاديرها على الشاشه. سلطه الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون وعصير الحامض، دي مشهوره جدا في بعض المطابخ الفاست فود وبتبقى لطيفه وحلوه، البعض بيحط لها بقدونس، نعناع، بيحط لها فاصوليا حمراء، نوع جميل جدا، ولكن تعالوا نتعامل معاها بحرص شديد جدا. دي من خير ارضنا بنقمعها، دي لازم عشان الخيط او الشعره اللي بتبقى في الجناب دي مشكله، ممكن توجع سناننا تعمل لنا مشاكل في خاصه لكبار السن او الاطفال. هنسلقها، وعلشان نحافظ على خضارها وتبقى لونها اخضر وجميل لازم يكون في ميه بتغلي على النار، والميه دي فيها شويه ملح. تسلقي فاصوليا خضراء، تسلقي بروكلي بالشكل ده كده، ميه وملح، عكس المكرونه مش هنحط زيت هنا، نشوف الميه بتغلي بعينينا نحط فيها الفاصوليا اهي ونسلقها. الطيم تقريبا من 5 دقائق ل 10 دقائق بالظبط هتكون الفاصوليا دي استوت. لو هي خضراء وطازه 5 دقائق، فيها صفار ومش طازه هتقعد لها 10 دقايق على النار ومش تبقى حلوه، فلازم تلاقيها تكون خضرة وطازه اهي برؤيه عينك كده تشوفيها حلوه بالشكل الجميل الحلو اللي احنا شايفينه ده كده. اللي بيعاني من الامساك ياكل من الفاصوليا ديت، اللي معاه مشاكل على القولون ياكل من الفاصوليا ديت. الفاصوليا دي مفيش مشكله معاها خالص مع زيت زيتون وعصير الحامض، مريض سكر، مريض ضغط، مفيش مشكله منها اهي. انت بقى عايزه تدعميها ببيض مسلوق ماشي، تدعميها بصدر فرخه متقطع مسلوق ماشي، زي ما انت عايزه. انا هعملها النهارده من غير اي حاجه خالص غير بزيت الزيتون وعصير الحامض. هتتسلق الفاصوليا بالشكل ده كده، على ما تتسلق نشوفوا احنا عندنا ايه تاني. ده المطبخ، الحاجات اللي بتاخد وقت تحطها على النار ما تغطاهاش، خليها زي ما هي كده. طيب
احنا هنعملها طبعا بزيت الزيتون وعصير الحامض، مش هنعمل الصلصه بتاعتها والدريسنج بتاعها الا لما تستوي ونشوفها مع بعض هنبردها ازاي بميه ساقعه ونعمل لها صدمه تبريديه عشان البروكلي بالطريقه بنفس طريقه البروكلي عشان نحافظ على خضرها. شوفينا على الشاشه شكلها حلو ازاي. المقادير على الشاشه: فاصوليا خضراء، زيت زيتون، عصير حامض، بهاراتنا ملح وفلفل، ممكن نحط زبادي حسب الرغبه او نحط مايونيز، ولكن انا حابب اعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض، ويا ريت ممكن نحط لها شويه كمون صغيرين اللي بيعاني من مشاكل القولون. اخبار الفاصوليا ايه؟ جاهزه معايا اهي. فاصوليا خضراء زي ما هي كده، بجهز لها بوله احطها فيها كده، حلو قوي، واشيل الميه دي من هنا مش عايزها، واعمل لها حمام ميه كده، ميه ساقعه عشان اشتغل فيها بسرعه. لما تسلقوا بروكلي او تسلقوا فاصوليا بالطريقه دي كده، اهي الميه اهيت. تعالوا نتبل الفاصوليا الخضراء بتاعتنا واحنا مع بعض كده. ايه تتبيلتها؟ عصير ليمون، زيت زيتون مع بعض. الفاصوليا الخضراء اللي سلقناها من شويه صفيها من الميه كده. عايزه تاكلي الفاصوليا دي وتدعيلي، تبليها وحطها في الثلاجه ساعتين ثلاثه، هتاكلي صوابعك وراها. مشاكل القولون، مشاكل الامساك، ياكل من الفاصوليا دي ويدعيلي. زي ما هي كده بنحط عليها زيت زيتون. خدت اللمعه ازاي؟ حلو، فص توم محترم كده ني، شويه بقدونس مفرومين، دي ما تحطلهاش كزبره، حطيت الكزبره الطعمه يهرب منك. بقدونس مفروم ناعم. على فكره حابه انك انت تحط طماطم عليها اهلا وسهلا. عصير ليمون، قلت لحضراتكم السلطه دي عشان ناكلها ونستمتع بيها، بنحطها يا عم الشيف في الثلاجه وقت ساعتين ثلاثه مفيش اي مشكله. هتقول الخضار ده كده، نكسر الخضار ده بايه؟ حبايه فلفل حلوه زي دي محترمه، بناخدها بنقطعها جوليان واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. هيبقى شكلها حلو. وينزل عليها كده. الحاجات الحلوه دي مطلوبه، وقلت لحضراتكم من البدايه انا بحكم على السفره بتاعتي بطبق السلطه، بشوف معموله بحب ولا لا، من الشكل، من البرزنتيشن، طريقه التقديم، طريقه تقطيع الخضار، دي مهمه جدا على فكره. انزل بالخضره دي كده، اقلبها واحطها فين؟ اوعى تحط ملح، خلي بالك انت حاطه ملح في سلق الفاصوليا، اوعى تنسي عشان ما تبقاش مش على السفره. زي ما هي كده. لازم بالايد. بالايد، اشتغل بايدك كده زي ما انا شغال عشان الخلطه تخش جوه حبات الفاصوليا. شفت هبطت ازاي؟ وزي الفل تاكل صوابعك وراها. هنخليها على جنب كده. انا قلت لحضراتكم في البدايه لما اجي اعمل سلطه بحتاج ان انا اعمل نوع من انواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ انا هعمل شويه عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده، بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني. واقطعهم كده زي المكرونه الاسباجيتي بسكينه حاميه. انت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكله عشان تبقى حنين على ايدك كده وتقطعها بسهوله. شفت التقطيعه دي مطلوبه. هاخد العيش ده يا عم الشيف اتبله شوية بهارات حلوة، عندي زيت بيسخن على النار، أحمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجة لطيفة على السفرة للأطفال، حاجة تجذبهم علشان يقعدوا على السفرة، هما بيحبوا الحاجات ديت على فكرة، وخاصة لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض إزاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكرة غير لما تلفيه رولز زي ما أنا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده أهو،
حاجة جديدة اهو. هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شوية بهارات حلوين مع بعض. ايه البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنة بابريكا حلوة مع شوية زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير اهو. ادي البابريكا وشوية كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني وسعرها غالي جدا. حلو قوي. وعندي الزيت بيسخن كده، اخباره ايه؟ زي الفل تمام. شوف التركية دي بقى، سنة شبت صغيرة. ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده عيش. جربيه. شفت الجو ده كده؟ اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات. عندي عصرة ليمون دلعها علشان التتبيله تمسك فيها. واقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول. يلا جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. حاضر عينيا الاثنين. شفت العيش ده كده؟ زيت شديد الحراره، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش، خلي بالك. ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي. يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن، سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي، من غير ما تفك مننا. معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض العيش، خاطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتيلي؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس، مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي. حلوه مع الجبنه المقليه، حلوه تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار بطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده. تعالوا نغرف الفاصوليا مع بعض. فاصوليا جاهزة، شيل كل ده كده ملوش أي لازمة. تبلنا الفاصوليا، ولكن في البعض بيعاني من مشاكل التوم في السلطة. نحل المشاكل دي ازاي يا مغازي؟ ربنا كرمنا من الأرض الطيبة بالنعناع البلدي، مش موجود في أي مكان، والراجل بيبيعه على ناصية الشارع. خلي دايما في مطبخك حزمتين من النعناع الأخضر البلدي الحلو ده كده، كوباية شاي، كوباية العصاري، فيها ورقتين نعناع اخضر حلوين. وما تحطش عرق النعناع، لان عرق النعناع بيمرر لك الحاجه، وربنا يكفينا شر المرار. تعملي عصير ليمون بالنعناع، اوعى تحط العرق. تحط دلوقتي ورقتين نعناع اخضر حلوين في قلب السلطه، ما تحطش العرق، وهكذا. احنا حاطين في السلطه دي يا عم الشيف حاطين توم، والناس بتعاني من مشاكل التوم. انا هنزل بهم زي ما هم كده. دولت لما يخش عليهم زيت الزيتون وعصير الليمون مش هتشوفيهم بعينيكي، ولكن هتستطعميهم وانت بتاكلي السلطه الحلوه دي كده. ده الطبيعي. النعناع البلدي بتاعنا الحلو ده كده. الله، كل ما اقرب ايدي عند بقي كده اشم ريحه النعناع الحلو. انا كل يوم الصبح قبل ما اطلع الهواء لازم كوبايه الشاي بالنعناع، بيعملوها للشباب هنا. تسلم ايديهم. زي الفل، حلوه كده، مفيش ريحه للثوم خالص. هناخد السلطه الحلوه دي كده يا عم الشيف، نغرفها في طبق حلو، ممكن طبق زي ده كده اهو، لكن نروق الدنيا كده عشان عموره ما يزعلش مني. حاضر يا فندم. تمام، هنا مفيش للثوم مكان بينا. ونشيل ده كده. اللهم صل على النبي. النهارده اليوم لطيف وجميل، حبيت بصراحه اريح المطبخ بتاعي من الفراخ واللحمه والسمك. يوم كده احنا شفنا امبارح حلقه سمك حلوه، شفت الشكل الحلو ده. بس دايما يكون عندك الخس الكابوتشا ده علشان ده بيدي برزنتيشن للطبق. وانا لما عملت حلقه المقبلات النهارده
انا عايز مطبخك فيه التنوع. احنا قبل كده عملنا حلقه مكبلات مختلفه، ولكن الحلقه بتاعت النهارده بالتاكيد لها شكل تاني وطعم تاني، وحريص ان انا ارضي كل افراد الاسره الصغير والكبير، ولكن بالطريقه اللي تعجبهم. مش معناته ان انا بعمل رجيم او ان انا بحب المقبلات ان انا اعملها سلطه وبس. لازم اسال الصغير قبل الكبير، وماما قبل الصغير، وحماتي قبل كل افراد الاسره. ايه رايك يا حماتي النهارده نعمل زي الشيف المغازي ما عمل شويه سلطات حلوين كده، خمس ست انواع، اللي يعجبك تاكل منه. ايه رايك؟ عادي نتناقش ونتشاور للوصول لايه حاجه معينه. ودايما النقاش والتشاور في أكلة بنعملها أو في غدا بنعمله أو في عشاء، النهاردة تتغدى إيه يا حبيبي؟ لما أنا أقول أي حاجة طاقة سلبية، لما أنا أقول حاجة معينة بحب أكلها من إيدك يا حبيبتي دي طاقة إيجابية. الكلام اللي بقوله ده واضح زي الشمس. مراتك بتسألك الصبح تاكل إيه يا حبيبي النهاردة؟ قول أي حاجة تيجي على بالك، بس خلي بالك هتقل جيبك، هتخفف جيبك. بامية باللحمة الضاني تقل جيبك. والله يا حبيبي بتعجبني طبعا عجة جامد جدا، يبقى انت ناوي تخفي، بس بحب اكله من ايدك. هو الجو ده حلو الكلام. خليك كده فيه. حاضر يا فندم. نطلع خلاص، خلصنا، خلص وقتنا. مطبخنا النهارده مكبلات، حاجات خفيفه في متناول الجميع، اذا كان من خير ارضنا الفاصوليا الخضراء والبطاطس والبنجر، وعندنا الجبنه المقليه، ولكن بتكنيك عالي وخبره طهويه علشان نرضي حضراتكم ويبقى عندنا تنوع على السفره بتاعتنا. يعني نقول بصوت عالي الجميع بيسمعوا جيدا، مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه متنوع، يعني رؤيه، يعني فن، يعني ابداع. كل يوم من مس بيرو. We'll be right back.